فضيلة الشيخ حازم الكيلاني، اهلا بيك معنا مره تانية في الجزء الثاني من حلقات شهر رمضان. اهلا وسهلا بحضرتك. طيب هنبدا بقى ايه، نسال شويه اسئله كده. هوت سيده صائمه وجات لها الدوره الشهريه وهي في نهار رمضان، ماذا تفعل؟ طبعا من المعلوم ان بالنسبه للحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم، يعني لا يجوز لها ان تصوم، وكذلك ايضا يحرم عليهما الصلاه، ولكن تقضيان الصوم ولا تقضيان الصلاه. فالحيض اذا جاء من الليل لا تصوم يعني في بدايه اليوم، لكن اذا شرعت في اليوم صائمه ثم جاءها الحيض في اثناء النهار فايضا هذه يجب عليها ان تفطر، يعني لا يجوز لها انها تتشبه بالصائمين وتمتنع عن الطعام، بل يجب عليها ان تتناول شيئا من الافطار وأن تفطر في هذا اليوم ثم تقضيه وما بعده من الأيام بعد رمضان. يعني حتى الحيض لو جاء قبل المغرب ولو بدقيقة واحدة يبقى أصبح هذا اليوم إيه؟ فطرا لا صوم، وعليها أن تقضيه. لكن إذا جاء بعد الغروب يبقى صومها محسوب في هذا اليوم وتفطر من الأيام التي تليه. تمام. طيب سيدة في نهاية الدورة بتاعتها توقف الدم في النهار، يعني الساعة 10 11 الصبح كده اهوت توقف الدم عنها، يعني انتهى الحيض. انتهى الحيض. تمام. فهل تصوم اليوم ده ولا تبدا من يوم ثاني؟ برضو نفس الكلام، يعني اصليه لكي يصح صوم اليوم لابد انها تكون طاهره من اول اليوم الى اخره، يعني من الفجر الى المغرب. فاذا الحيض جالها في اثناء النهار يبقى اصبحت مفطره. طب اذا الحيض انتهى ايضا في اثناء النهار، يعني اذا انتهى في الليل، فتصوم اليوم الذي يليه حتى ولو أصبحت من غير اغتسال تصوم كالجنوب يعني. لكن المهم إن الحيض انتهى بالليل، إنما إذا كان في دم بينزل بعد الفجر حتى لو انقطع بعد ذلك في أول اليوم، يعني الساعة 10 الصبح أو 9 الصبح انقطع الدم وانتهى الحيض، هذا اليوم خلاص هي أصبحت مفطرة فيه. لكن إذا توقف الدم وانتهى الحيض عليها أنها تمسك بقية اليوم، يعني كما ذكرنا احتراما للشهر، ولكن هذا اليوم لا يحسب لها وعليها أن تقضيه بعد رمضان. تمام. ايه هو المرض المبيح للفطر؟ وبرضه من ضمن الاسئله، السفر مبيح للفطر؟ نعم. طبعا بالنسبه للمرض الذي يبيح الفطر، طبعا الله سبحانه وتعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لن يشاد الدين احد الا غلبه، وقال للصحابه يسروا ولا تعسروا. فاليسر في الدين من الأمور المعلومة طبعا عند كافة الناس، ومن يسر الدين أنه أباح لأصحاب الأعذار أحكاما خاصة، يعني أباح لهم مثلا في رمضان أن يفطروا حال وجود العذر. فمن الأعذار المبيحة المرض، والعلماء اختلفوا في المرض المبيح للفطر، هل كل مرض يبيح الفطر؟ فيعني بعضهم قال أنه المرض لابد أن يزداد، يعني حتى يكون مبيحا للفطر أن يزداد بالصوم أو أن يتأخر الشفاء منه. يعني الصوم إذا كان هيؤخر الشفاء من المرض أو بيزداد المرض بالصوم ففي هذه الحالة يجوز له الفطر. وممكن إحنا أيضا نذكر مع هذا إن هو لو كان في مشقة زائدة كمريض السكر مثلا الذي لا يستطيع الصوم وقد يصوم ولكن بمشقة شديدة، فهذا أيضا يباح له الفطر. إنسان مثلا عنده أزمة يعني في الصدر ويحتاج إلى البخاخة، فالبخاخة طبعا مفطرة يعني لا يصح الصوم معها، فإذا يعني تناولها فهو مفطر ويجوز له الفطر في هذه الحالة. فإذا كل من يحتاج إلى نوع معين من الدواء وهذا الدواء يعني لا يصح معه الصوم يتناول الدواء وعنده عذر يبيح له. بعض العلماء توسع في مسألة المرض فقالوا كل مرض يعني يبيح الفطرة حتى ولو كان وجع في الدر في الضرس أو في الأسنان أو يعني صداع مثلا زائل عن الحد المعتاد أو كذا، كل هذا يبيح الفطر. لكن إذا أفطر الإنسان المريض عليه أن يقضي يوما بعد ذلك إذا صح وأصبح قادرا على الصوم. ولكن هناك أصحاب أمراض مزمنة، يعني مرض لا يرجى الشفاء منه، فهذا يفطر أيضا إذا أراد أن يفطر يعني لهذا المرض، وعليه الفدية عن كل يوم طعام مسكين، لأنه ليست لديه فرصة بعد ذلك للقضاء،
فيفطر ولكن يخرج الفدية بدلا من القضاء. هذا بالنسبة للمريض. نعم. والمسافر؟ بالنسبة للمسافر أيضا من العوارض التي تبيح الفطر السفر، ولكن السفر لابد فيه من يعني شروط معينة حتى تتغير الأحكام به. يعني في أحكام الصلاة بتتغير بالسفر، كذلك الصوم بيتغير بالسفر من الوجوب إلى إباحة الفطر. فالسفر الذي يغير الأحكام هو أن يقصد الإنسان مسافة 84 كيلومترا أو أكثر. يعني هو في مثلا في الأسكندرية يوم يقصد أنه ينتقل إلى مسافة 84 كيلو أو أكثر، لأن ده اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقدرا بالأزمنة، لكن حسبوه بالمقاييس الحديثة فوجدوا أنه حوالي 84 كيلومترا. فإذا كان الإنسان خرج من بلده يقصد هذه المسافة، يعني يقصد بلدا على هذه المسافة أو أكثر، يعني لو خرج مثلا من اسكندرية يقصد أنه يسافر إلى دمنهور، هذا لا يعد سفرا مغيرا للأحكام، لا يبيح له الفطر ولا القصر، ولا يوجب عليه القصر، لأن القصر واجب عند أبي حنيفة رضي الله عنه، مش مجرد رخصة، لا ده واجب أيضا، ما ينفعش تتم الصلاة وأنت مسافر إلا في حالات معينة. فإذا راح دمنهور، دمنهور تبعد 60 كيلو أو 50 كيلو عن اسكندرية، ده لا يغير الأحكام، يعني عليه أن يصوم وعليه أن يتم الصلاة. لكن مثلا خرج من الأسكندرية يقصد الذهاب إلى طنطا، طنطا على بعد 100 وحاجة كيلو، يعني أكثر من المسافة اللي هي 84 كيلو، يبقى هذا يعني قصد السفر إلى موضع معين يعني على بعد 84 أو أكثر من 84، وبشرط ألا ينوي الإقامة في هذا المكان 15 يوما فأكثر. يعني لو أنا خارج المسافة دي بس ناوي أروح أقعد في طنطا 3 أسابيع أو 15 يوم أو 16 يوم، يعني 15 يوما أو أكثر من 15 يوم، يبقى هنا لا يباح الفطر، رغم أن المسافة تسمح ولكن المدة اللي أنا نويتها لا تسمح. طيب إذا نويت مدة أقل، يعني نويت 14 يوم أسبوعين أو 10، أو نويت يوم واحد أو نويت 3 أيام، لا هنا أفطر، يجوز الفطر ويجب القصر عند أبي حنيفة. طيب إذا ما نويتش حاجة خالص، يعني مسافر وربنا سهل، لما خلص الورق بتاعي هرجع، لما خلص المهمة اللي أنا رايح لها هرجع، لما زهق هرجع، فما نويتش جوايا مدة معينة، يبقى برضو ده يجوز له الفطر ويجب عليه القصر عند أبي حنيفة رضي الله عنه. يبقى عندنا حالات إن هو يخرج مسافة أقل من 84، يبقى هذا لا يجوز له الفطر. طيب يخرج مسافة أكتر ولكنه ينوي 15 يوما أو أكثر، يبقى هذا أيضا لا يجوز له الفطر. طيب خرج المسافة المذكورة ونيته أقل من 15 يوم، أو ملوش نية خالص، أو كان ناوي 15 يعني أو ملوش نية خالص، يبقى هذا يجوز له الفطر ويجب عليه القصر. في بقى مسألة إن هو إن هو يبقى مش ناوي مدة، يبقى ده يجوز ولا لا يجوز له الفطر؟ يجوز له الفطر، يجوز له الفطر انه ما نواش المدة، لكن وهو هناك بعد ما قعد 7 ايام وفطر في السبعة ايام دول وبيصلي القصر في السبعة ايام دول، جاله ايه خبر ان حجز الطيارة بتاعه في الرجوع بعد 20 يوم او بعد 15 يوم، يبقى خلاص كده في اللحظة دي هو هو نوى الاقامة 15 يوم، يبقى في اللحظة دي رغم ان هو لسه في مكان السفر، لكن في اللحظة دي يبدأ يتم الصلاة ويبدأ يصوم رمضان، لانه تغير من سفر الى عدم السفر. يبقى المهم ان هو في اي لحظه من اللحظات سواء من بيته او وهو هناك اذا نوى 15 يوم او اكثر، يبقى ده لا يجوز له الفطر ويجب عليه اتمام الصلاه. انما اذا ناوي مده اقل او ما نواش حاجه خالص، يبقى ده يجوز له ان هو يفطر في رمضان ويجب عليه القصر حتى لو مكس شهورا وسنين. يعني ممكن واحد رايح يقول لك هرجع ان شاء الله، خلص لما خلص هرجع، وقعد على كده سنين طويله بس ما فيش لحظه نوى فيها المده اللي انا قلتها دي 15 يوم، يبقى ده ممكن يقصر الصلاه ويفطر الصوم، يعني ما شاء له ان يفطر، ولكن عليه القضاء كما ذكرنا اذا عاد من السفر. نعم. لا طب هو السؤال بقى اللي جه في دماغي دلوقتي، هو مسافر مسافه اكبر من المذكوره تمام، اكتر من 84 كيلومتر، وناوي ان هو يقيم في البلد دي اكتر من 15 يوم تمام كده، لازم يصوم تمام. طيب يوم السفر نفسه صيام ولا فطر؟ ناوي اكثر من 15 ولا في حاله ان انا مسافر رايح اقيم في القاهره النهارده في رمضان اهو، رايح اقيم في القاهره حوالي شهر تمام،
انا مسافر فجر النهارده، يعني المفروض ان انا حصل لي الفجر وحنزل اركب القطر واسافر اوصل القاهره، تمام؟ اليوم دوت انا حصوم فيه ولا هفطر؟ بغض النظر بقى عن بكره، بكره بقى انا خلاص وصلت وقعدت واقمت. انت حضرتك وانت رايح القاهره بتفوت على طنطا وبتفوت على بنها وبتفوت على اليوب وبعدين بتوصل للقاهره، تمام؟ انوي ان انت رايح ايه بنها ساعه او رايح طنطا ساعه، يبقى انت كده ايه وانت خارج من بيتك ما نويتش الاقامه في الموضع اللي انت رايح له 15 يوما، فهتفطر طول الايه اليوم وانت في الطريق. ولكن اذا وصلت القاهره وفي اليوم التالي انت لا تنوي هذا، فمن ثم هتبدا تشرع في الصوم من اليوم التالي. لكن يوم السفر هتبقى ناوي ان انت ايه ناوي ما يعني انك تروح بنها وتروح طنطا وتقعد فيهم ساعه او دقيقه اللي هي زمن المضي. تمام. طيب احنا اتكلمنا على المسافر، طبعا هو مين الافضل يعني، هل لو قدر ان هو يصوم يصوم ولا رخصته ان هو يفطر؟ تمام. طبعا هو في الحديث الشريف ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر في احدى الغزوات وافطر بعض اصحابه وصام الليل الاخرون، ف يعني لم ينكر الصائم على المفطر ولم ينكر المفطر على الصائم، ولكن المفطرون كانوا اقوى في القتال من الصائمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب المفطرون بالاجر. يعني طبعا كل من الفريقين له اجره، ولكن يعني من افطر استطاع ان يقاتل الايه العدو بهمه اكبر وبنشاط اكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالاجر، يعني اجرهم اكثر من اجر الايه الصائمين. ومن هذا العلماء اختلفوا هل الافضل الصوم ام الافضل الايه الفطر. فطبعا لا شك ان الانسان اذا كان يحتاج الى الرخصه والسفر بالنسبه له مشقه شديده، يبقى الاولى هنا بلا شك ان هو يفطر يعني. لكن اذا كان الانسان في حال اعتدال ويسافر في وسيله مريحه ويقيم في مكان مريح وصومه لا يضره يعني، فهنا العلماء بعضهم قال الافضل الصوم وبعضهم قال الايه الافضل الفطر. ويعني سيدنا عمر بن عبد العزيز قال افضلهما ايسرهما، يعني الايسر بالنسبه لك. قد يكون الانسان الافضل له ان هو يصوم او الايسر له، يعني لانه يشق عليه بعد ذلك ان يصوم منفردا، يعني هو في جو رمضان يعني اسهل عليه ان هو يصوم مع صوم الناس، لكن اذا افطر في هذا اليوم وقضى بعد ذلك في يوم لا يكون الناس فيه صائمين يشق هذا عليه، فيبقى هذا الافضل له ان يصوم لان هذا هو الايسر إيه له. طيب انسان حتى مع وسائل السفر المريحه لكن يعني الايسر له ان يفطر، فهذا الافضل له ان، فالقاعده افضلهما ايسرهما، الا اذا كان يعني يخشى على نفسه التفريط في القضاء بعد ذلك يبقى الافضل انه يصوم، او يخشى على نفسه الهلاك او التعب الشديد، فحينئذ يعني عليه ان ياخذ بالرخصه الشرعيه ويتعبد الى الله بالاخذ بهذه الرخصه ويستمتع بالرخصه، يعني يحس كده ايه ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يعطف عليه ويعني ويريد به الايه اليسر ولا يريد بالعسر. الاحساس بهذا المعنى عباده قلبيه، يعني ما الفائدة أن أنت تشق على نفسك؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم؟ فالإنسان يعني حتى إذا أخذ بالرخصة هو يشعر بيد اللطف ويد الرحمة الإلهية، هذا ربما يكون أفضل من أن هو يعني يقاوم ويصوم ولا يشعر بهذا الشعور تجاه ربه سبحانه وتعالى. طب أنا جاي دلوقتي في دماغي وأنا حضرتك بتتكلم شوية أسئلة كده، هو حضرتك بتقول في القتال وان الرسول كان صلى الله عليه وسلم كان بيقول ان المفطرون افضل في القتال من ال المفطرون ده. تمام. هل ينفع اقيس الكلام ده على الناس الرياضيين؟ يعني مثلا واحد عنده داخل بطولة العالم مثلا في مثلا في المصارعة او فريق الكورة المنتخب القومي او الجماعة دي، هل لهم دول لهم رخصة في الفطر؟ في حالتين لهم رخصة وحالة لا. الحالة الأولانية ان هو يكون يعني المباراة في خارج بلده،
يبقى ده هيعامل معاملة المسافر، يعني يجوز له انه يفطر حتى لو ما كانش فيه مباراة كرة ولا ايه، حتى لو جلس على دكة الاحتياطي، حتى لو استبعد من ال 18 يعني ال 11 والسبعة الاحتياطي، هو وصلوا كام دلوقتي؟ معلش يعني انا افتكره زمان كان 18 القايمة مثلا بيبقى فيها 18 لاعبا، 11 اساسيين وسبعة احتياطي او حاجة زي كده. فحتى لو هو خارج القايمة وعايز يفطر يفطر، رغم ان هو مش يعني مش بنقول ان هو بيفطر لاجل مباراة الكرة، هو بيفطر لاجل انه ايه مسافر. تمام. سواء بقى رايح في مهمة علمية، رايح في قتال، رايح يلعب، تمام كده، رايح يشتري مثلا علبة لبان، يعني مش مهم هو رايح ليه. يعني حتى العلماء اختلفوا في مسألة سفر المعصية، فمثلا الشافعي يقول لك لا، لو مسافر بسفر المعصية يبقى ده لا يجوز له ان هو ياخذ برخصة الفطر. لكن مثلا ابو حنيفة وهو الراجح ان هو حتى لو مسافر سفر المعصية ممكن ان هو ياخذ رخصة الفطر، والمعصية لا تجوز له، يعني تحرم عليه المعصية ويحرم عليه ارادتها، ولكن اذا كان مسافرا يجوز له. طبعا احنا مش بنقول ان الكرة حرام يعني وانها معصية، دي طبعا من الامور المباحة، وقد تكون فيها أغراض يعني أكثر من درجة الإباحة، يعني أغراض معينة تكون فيها مثلا مندوبة أو نحو هذا. ولكن على كل الأحوال إحنا الفطر ليس للمباراة الكرة، وإنما الفطر للسفر. هذه الحالة. الحالة الثانية لو كان في بلده، يعني المباراة مقامة في بلده في القاهرة مثلا، في استاد القاهرة. طبعا المنتخب القومي ده فيه لاعبون من القاهرة وفيه لاعبون من خارج القاهرة، فبالنسبة لخارج القاهرة نفس الحكم في الصورة الأولى. طب بالنسبة للمقيم في بلده لا يجوز له الفطر إلا إذا شق عليه الصوم وتحققت المشقة، يعني مش مشقة متوقعة، لا، وصل مثلا في التدريب أو في الإحماء أو كذا إلى درجة يعني شق عليه أن يكمل أن يكمل صومه، حينئذ يصوم، يعني يجوز له أن يفطر مثل أي إنسان لا يتحمل مشقة الصوم. فدي أما إذا لم تكن الحالة الأولى ولا الثانية طبعا لا يجوز الفطر فقط من أجل مباراة الكرة. تمام. طب السؤال التالي برضو اللي جاف في دماغي دلوقتي، هنرجع تاني لحتة الميقات. ناس مسافرين بيركبوا طيارة، وفضلتك عارف ان الطيارة مثلا بتقلع من مطار القاهرة الساعة كذا وبتوصل مثلا مطار نيويورك الساعة كذا، هو عدى في السكة دي على كذا بلد، تمام، لحد ما وصل نيويورك، منهم بلاد المغرب فيها أذن وبلاد لسه ما أذنش، ووصل نيويورك ولقى ان مثلا المغرب أذن او العشاء خلاص او لسه ما أذنش، ايه حكم اللخبطة دي؟ هو طبعا يعني اذا شرع صائما يعني في فجر البلد التي كان فيه، تمام، في مثلا في مصر مثلا، وبعدين سافر بالطيارة، متى جاء عليه الغروب ولو بعد ساعة في الطريق يفطر، لأنه هو المطلوب أنه يصوم عند طلوع الفجر، والفطر عند شهود الغروب، إذا شاهد الغروب، فإذا شاهد الغروب حتى ولو بعد ساعة من بداية الصوم يبقى هذا وقت إفطاره. تمام. طيب بالنسبة لفضلتك قلت ان المسافر او المريض عليه قضاء، نعم، او كل من افطر بعذر او بغير عذر. القضاء ده لازم يبقى في نفس السنة ولا ممكن يعمله السنة الجاية او اللي بعديها؟ طبعا العلماء اختلفوا في هذا. الامام الشافعي قال لابد في نفس العام، وانه اذا اخر الى العام القادم، يعني اذا فاتت عليه ايام لم يقضيها في نفس العام فيقضيها بعد ذلك، ولكن عليه الفدية، يعني كل يوم طعام مسكين، يعني يقضي ويخرج الفدية. لكن أبو حنيفة رضي الله عنه وهو ما أفتي به بيقول إنه القضاء موسع، يعني في فترة العمر، يعني امرأة مثلا أفطرت 5 أيام في رمضان فيجب عليها القضاء موسعا في فترة العمر كلها، فيمكن أن تقضي في نفس العام أو في العام الذي يليه، ولا شيء عليها سوى القضاء، يعني عليها القضاء فقط وليس عليها فدية ولا أي شيء آخر. ولكن يعني أتباع هذا الرأي يقولون بأن هذا على إذا تكلمنا عن الوجوب، إنما إذا تكلمنا عن المستحب فالمستحب هو المبادرة إلى إفراغ الذمة ويعني قضاء الدين الذي عليه. يعني
لأن الإنسان لا يضمن عمره، يعني لو أخر ربما لا يعني يبقى حتى يعني يتدارك الأيام التي عليه. فلذلك الأفضل له أن يبادر في قضاء ما عليه من أيام في نفس العام، في عنده مثلا يعني 11 شهرا في أثناء العام، حتى لو كان إنسان أفطر رمضان كله بعذر أو بغير عذر حتى كما ذكرنا، يبقى 30 يوم لو قسمناها على 11 يعني هيصوم في كل شهر إيه 3 أيام تقريبا. فده أمر ميسور يعني إن الإنسان ينهي ما عليه في نفس السنة. لكن لو فرضنا أنه لسبب ما لم يفعل ما عليه فلا إثم عليه ويقضي فيما تبقى من أيام. تمام. طيب يلزم التتابع في القضاء، يعني لازم عليه واحد عليها 5 أيام في رمضان ما صمتهمش، لازم تصوم الخمس أيام ورا بعض، ولا ممكن تصوم يوم في الشهر أو يوم ويوم؟ أو طبعا التتابع في القضاء ليس شرطا، يعني حتى لو الإنسان أفطر يعني أياما متتابعة كالحائض مثلا تفطر مثلا 5 أيام أو 6 أيام أو أسبوعا أياما متتابعة، ففي القضاء لا يلزمها هذا التتابع، فيجوز أن تقضي ما عليها من أيام مثلا في كل شهر تقضي يوما أو يومين أو كذا، حتى يعني إذا كان في نفس الشهر ممكن تقضي في أيام متفرقة، يعني التتابع غير مطلوب في القضاء حتى ولو كانت الأيام اللي هو بيقضي عنها أفطر فيها متتابعة. حكم الحامل والمرضع. نعم. في رمضان بالنسبة للحامل والمرضع، إذا خافت إحداهما على نفسها أو على يعني وليدهما، يعني الحامل على الجنين في بطنها من الصيام، أو المرضع على مثلا وليدها إن هو قد يتأثر يعني اللبن في مثلا ثديها بالصوم، أو خافتا على نفسيهما يعني من المشقة أو من، فهذه حكمها أنها حكم المريض، يعني تفطر وعليها القضاء بعد ذلك إذا يعني وضعت الحمل وأنهت مدة الرضاعة، فتفطر ممكن تفطر الشهر كله في أثناء الحمل أو في أثناء الرضاعة، وبيبقى عليها قضاء أيام مكان هذا الشهر الذي أفطرت. هنا بتواجهنا يعني أحيانا امرأة متكررة الحمل والإيه والرضاعة، يعني تحمل ثم ترضع سنتين ثم تحمل وهكذا، فهذه أيضا نفس الحكم، يجوز لها أن تفطر وعليها القضاء، ولكن القضاء قد يكثر إيه عليها، ففي هذه الحالة بنقول لها، لأن في بعض العلماء قالوا بأن عليها الفدية فقط وليس عليها القضاء، ممكن نفتيها بهذا الرأي على سبيل الاحتياط، يعني نقول لها أخرجي فدية عن كل يوم، يعني تخرجين طعام مسكين أو مقدار طعام مسكين، ثم يعني إذا تمكنت بعد ذلك من القضاء فتقضين أيضا يعني احتياطا في الدين، وأيضا عملا بقول من جمع بين الفدية والإيه والقضاء. يبقى إذن يجوز للحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما أو على وليدهما أن تفطر حتى ولو الشهر كله، ثم عليهما أن تقضي أياما مكان الأيام التي أفطرت فيها، ثم إذا كانت متكررة الحمل والرضاعة فالحكم كما هو، ولكن بننصح بأنها تخرج الفدية يعني خشية ألا تدرك أياما تقضي فيها ما فاتها من أيام. طيب إذا الإنسان أي إنسان الحامل والمرضع وأي إنسان أفطر أياما في رمضان وعليه أيام ثم حضرته الوفاة، يعني أدرك مرض الموت أو كذا، حينئذ يجب عليه شرعا أن يوصي بإخراج الفدية من ماله عن كل يوم طعام مسكين، يعني حتى لو هو لم يتمكن من القضاء ولم يخرج الفدية في أثناء حياته لكن أشرف على الموت، فينبغي أن يترك وصية بعدد الأيام التي أفطرها وبأن يخرج من ماله الذي تركه فدية عن كل يوم يخرجون طعاما مسكين. طب إذا لم يكن له مال أمره إلى الله، ويجوز يعني لأحبابه أو أقربائه أو أبنائه أن يخرجوا الفدية عنه تبرعا، ولكن ليس واجبا عليهم أن يفعلوا ذلك، لكن إن كانوا يحبونه ويريدون يعني إبراء ذمتي أمام الله فإنهم يتبرعون بذلك ويخرجون الفدية عنه. فضلتك وتتكلم من شوية بتكلمتنا بإيجاز كده عن الأعمال الشاقة. مين إيه يعني إيه أعمال شاقة؟ وفي ناس عندنا لهم أعمال شاقة، يعني مثلا لو افترضنا شيخ كبير هل دي عليه مشقة؟ لو افترضنا مثلا سواقين هل دول بيبقوا تبع الأعمال الشاقة؟ أعمال المحاجر دول برضو أعمال شاقة؟ إيه تعريف؟ طبعا إحنا بنقول إيه الحامل والمرضع يجوز لهم الفطر،
ومثلهما الشيخ الكبير الفاني، يعني اللي هو رجل بلغ من الكبر ذاتيا ولا يستطيع الايه الصوم، فهذا حكمه ايضا انه يجوز له الايه الفطر، ولكن هذا ليس عليه القضاء. لماذا؟ لانه يعني خلاص هو كبر ولا يرجو اياما يستطيع فيها الصوم، فهذا عليه الفديه فقط. يبقى الحامل والمرضع عليهما القضاء، الشيخ الكبير الفاني وايضا المراه الكبيره العجوز الفانيه ها يعني يفطران وعليهما الفديه عن كل يوم طعام مسكين بحسب حالهم، يعني 5 جنيه في اليوم او 7 جنيه او 10 جنيه، ومن زاد زاد الله ايه لا. فده بالنسبة للشيخ الكبير والمرأة العجوز. كذلك أيضا هناك شخص مريض مرضا مزمنا لا يرجى الشفاء منه، فهذا أيضا يفطر، إذا يعني يجوز له أن يفطر وليس عليه القضاء بل عليه الفدية، لأن المرض مرض مزمن. طب لو فرضنا أن حصلت معجزة إلهية وأن هو بعد ما طلع الفدية صح واستطاع الصوم، يبقى عليه القضاء. واضح؟ نيجي يبقى في عندنا الحامل والمرضع بتفطران وتقضيان، الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا، يبقى هؤلاء يفطرون وعليهم الفدية دون القضاء. الحامل والمرضع قضاء دون الفدية. طيب بالنسبة لأصحاب الأعمال الشاقة كالحامل والمرضع، يمكن لصاحب العمل الشاق اللي هو كما حضرتك ذكرت في حد بيشتغل في المناجم والمحاجر وفي الجو والحرارة الشديدة، في الفرانين مثلا اللي بيشتغل قدام الفرن على طول مثلا، سواق التريلا او الاوتوبيس اللي في سفر دائم في كل يوم ممكن يعمل رحلتين في اليوم، فيعني يعني كل من هو صاحب عمل شاق مشقه فوق المعتاد، لان يعني احنا ايضا عملنا الان عمل شاق، كل انسان يعني يجد مشقه ما في عمل، لكن ليست هذه المشقه انما المشقه الزائده التي فوق التحمل. فصاحب هذا العمل يجوز له الفطر في رمضان، وعليه أن يقضي هذه الأيام التي أفطرها في يعني في أيام يستطيع معها الصوم، يعني في أيام الإجازات بتاعته، في أيام ممكن يبقى العمل أقل أو الجو أفضل مفيش فيه الحرارة الشديدة وهكذا، يعني يقضي أيام المكان الإيه. فإذا لم يستطع القضاء طوال عمره يخرج الإيه الفدية عن كل يوم يخرجه طعام المسكين. تمام. شوية أحكام بقى فتاوى هناخد رأي فضيلتك فيها. حد مضطر إن هو ياخد حقن يعني كل 8 ساعات بصفة دورية أو بصفة يومية، ده حكمه إيه؟ فطر؟ يعني الحقن الذي عليه العمل في دار الإفتاء المصرية بأن الحقن بجميع أنواعها لا تفطر إلا الحقن الشرجية، وحتى الحقن الشرجية جائزة عند المالكية يستعملوها لا يفسد الصوم، ولكن ما اخترناه للفتوى هو أن الحقن الشرجية هذه إذا دخل الدواء الذي فيها إلى الجوف الإنسان فهذه تفطر. حكم نقط المناخير بالنسبة للنقط الطبية دي، في المناخير وفي في الأذن وفي في العين، فاللي في العين ما بتفطرش حتى ولو دخلت، يعني حتى لو وجد طعامها مثلا في حلقه فهذه لا تفطر، انما النقط الاذن او النقط اللي عن طريق الانف اذا وجد طعامها في حلقه فانها تكون مفطره. طبعا اذا كان الانسان صاحب عذر يفطر ويقضي يوما مكانا، يعني اذا كان مضطرا الى اخذ هذه النقط للدواء فيجوز له ان يفعل هذا، لكن الصوم بقى يعني اذا وجد طعما الدواء في حلقه فهذا يكون مفطرا وعليه القضاء. طبعا. إلا نقط العين هذه لا تفطر. تمام. طيب البخاخة. البخاخة أيضا تفطر، لأن البخاخة هو عبارة عن سائل، يعني هو رذاذ ولكنه يعني يتحول إلى سائل إذا دخل إلى الجوف، فطبعا البخاخة تفطر، وأيضا الحكم أن الإنسان إذا كان محتاجا إليها يفطر ولا إثم عليه ويقضي يوما مكانا اليوم، لكن إذا كان مريضا مرضا مزمنا فأيضا يفطر وعليه الفدية وليس عليه القضاء. تمام. طيب التدخين ماله؟ بيفطر ولا لا؟ طبعا التدخين بيفطر. لان الدخان ده له جرم ايضا، يعني ولو كان صغيرا لا يرى بالعين المجرده يدخل ايه من المنفذ الطبيعي الى الجوف فهذا طبعا مفطر. اما حكمه فطبعا يعني ما عليه الجمهور في هذا العصر اللي هو الحرمه، يعني
لكن الذي أميل إليه يعني بصفة شخصية هو أنه يعني يحرم إذا يعني وصل إلى حد الضرر، إنما إذا لم يصل إلى حد الضرر فلا يكون حرام. يعني لا نسوي مثلا بين من يشرب سيجارة في اليوم ومن يشرب مثلا علبتين أو ثلاثا، يعني علبتين أو ثلاثا ده خلاص ده في ضرر يعني شبه متحقق، فيبقى يحرم ليس لأنه سيجارة ولا لأنه دخان بل لأنه مضر، كما لو أن مثلا مريض السكر تناول يعني شيئا من الحلويات وكذا بشكل مفرط فهذا يعني يدخل في حد الكراهة، وإذا هناك ضرر محقق ممكن يصل إلى حد الحرم. لكن فكذلك أيضا بالنسبة للتدخين لو سيجارة أو كذا، طبعا أنا مش بشجع حد أنه يفعل هذا، ولكن يعني أنا أبين الحكم الشرعي، وإن كان ما عليه جمهور الفقهاء في هذا العصر هو الحرمة مطلقا. يعني البخور إذا لم يتعمد الإنسان أنه هو البخور والغبار اللي مثلا ممكن تبقى أنت في مكان فيه يعني أغبرة وتراب في الجو وكذا، إذا لم يتعمد الإنسان يعني استنشاقه فلا شيء فيه. لا يعني أنا مثلا دخلت محل، الحاجات دي بتبقى منتشرة قوي، دخلت محل لقيتهم مشغلين بخور، يعني اضطريت أن أنا أدخل أشتري حاجة أو لا شيء ما لم يتعمد. إلا إذا أنا بقى ولعته عن عمد في البيت مثلا، ده موضوع. الأفضل أن يعني تشعل البخور يعني في فترة الأس، ولكن على كل إن لو حصل يعني ما لم تتعمد يعني تأخذه عند أنفك وتسحبه كما تسحب الإيه دخان السيجارة مثلا أو كذا فهذا لا يكون مفطرا. تمام فهمت. نعم. المبالغة في المضمضة، يعني في ناس تتمضمض بحيث المية ممكن تخش في جفن أو في زوره. ده طبعا المبالغة في المضمضة مكروهة للصوم. ليه؟ لأنها بتعرض صومه للفساد إذا حصل وابتلع شيئا من الماء. يعني الحب أنه مجرد المبالغة في المضمضة هذا لا يفطر، لكن لو ترتب عليه يعني دخول شيء من الماء في جوفه يكون إيه مفطرا ولا إسم عليه، لأنه لم يتعمد هذا يعني لا إسم عليه، ولذلك لأنه قد يفضي إلى يعني ابتلاع الماء فمنقول أن حكمه في رمضان أو في نهار رمضان الكراهة لأن لا يعرض صومه للفساد. طيب. لكن إذا تمضمض ولم يدخل شيء أو لم يدخل شيء في جوفه صومه صحيح، إذا دخل شيء صومه فسد وعليه القضاء. ستات البيوت والشيفات في المطاعم والناس اللي بيشتغل في مجال الطبخ وهم بيطبخوا ساعات بيبقوا بيحتاجوا ان هم يدوقوا الاكل، ملح مظبوط مش مظبوط، شطه استوى ولا لا، الحاجات دي كلها حكمها ايه؟ طبعا هو من حيث الايه الحكم انه يجوز له ان يعني للمراه اذا كانت بتطبخ او يعني نحوها من يقومون بهذه الاعمال يجوز له ان يذوق الطعام، تمام، ولكن بشرط الا يعني يبتلع منه شيئا، فاذا يعني اولا يذوق بطرف لسانه وبقدر الضروره فقط ان يعرف الملوحه مثلا ضبط المقادير وهكذا، ولكن اذا ترتب على هذا ابتلاع شيء من الايه من الطعام ففي هذه الحالة يكون صومه فاسدا وعليه أن يقضي يوما مكانا. واحد قبل مراته، تمام، دي حكمة في رمضان يجوز إذا كان يعني كما جاء في الحديث مالكا لإربه، يعني القبلة لا تؤدي به، يعني مثلا إذا كان في شخص متزوجا زواجا يعني حديثا فهذا ربما القبلة تتطور معه إلى ما بعدها فهذا تكره له الايه القبلة، لكن اذا كان يعني الشخص مالكا لاربه يعني لا يتطور معه هذا الامر الى يعني ما يفسد صومه فالقبلة ايه جائزه. يبقى القبلة دائره ما بين الكراهه والجواز، الكراهه لمن لا يملك اربه يعني لا يستطيع ان يتحكم في نفسه، والجواز لمن يملك اربه يعني يستطيع ان يتحكم في نفسه، فده بالنسبه للايه الحكم القبلة. لكن القبلة سواء كان بقى يعني في حكمها الكراهة أو الجواز إذا ترتب عليها الإنزال، يعني ممكن الواحد اللي بنقول له قبلة بالنسبة لك جائزة لأنك تملك إربك ممكن بقى فلتت منه مرة، تمام، وحصل ترتب على هذه القبلة إنزال مني، وممكن الشخص اللي هو يعني لا يملك إربه ممكن تعدي معه في سلام، يعني إحنا بنقول الحكم القبلة نفسها يا الكراهة يا الجواز بحسب الحالة. طيب هل تفسد الصوم ولا لا تفسد الصوم؟
ده بحسب الإنزال أو عدم الإنزال. لو أنزلت سواء في الحالة الأولى أو الثانية تفسد الصوم، لو لم يترتب عليها إنزال لا تفسد الصوم. يعني مثلا الشاب المتزوج حديثا القبلة بالنسبة له إيه حكمها؟ بنقول الكراهة. طب هل يفسد الصوم؟ لا، لا يفسد الصوم إذا لم ينزل. طيب نيجي للطرف الثاني، الشيخ الكبير مثلا المالك والإربة إيه حكم القبلة بالنسبة له؟ جائزة. طب افرض جائزة بس ترتب عليها إنزال، يبقى صومه فاسد وعليه القضاء. يعني بنفرق بين حكم القبلة وبين هل تفسد الصوم أو لا تفسد. طيب أنا فاضل لي سؤالين تقريبا أو ثلاثة. قبل بس ما أخدهم أنا عايز أعرف القضاء، يعني هنرجع تاني لحتة القضاء، إن 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 واحد هيقضي هيصوم اللي عليه أو هيطلع فدية، قيمة الفدية دي قد إيه تقريبا؟ يعني طعام مسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. يعني أنا أحسب متوسط الوجبة بتاعتي في اليوم قد إيه، في أيام باكل فيها يعني بمبلغ كبير وفي أيام بمبلغ صغير، لكن المتوسط اللي هو المتكرر عادة يبقى هو ده وجبة سحور وإفطار، يبقى ده هو مقدار الفدية ده. وبعضهم قدرها بنحو 7 جنيهات أو 10 جنيهات. طب اطلعهم كفلوس ولا اطلعهم كأكل؟ ممكن تخرجها طعاما وممكن تخرجها مالا. وقد يكون المال افضل، ممكن الطعام برضو يبقى مطبوخ وممكن يكون يعني اكياس مثلا من الارز من الكذا. يعني المهم القيمه في الاخر تبلغ المبلغ اللي احنا ذكرناه. طب معلش، يعني مثلا لو انا متوسط الوجبه بتاعتي 10 جنيه يبقى ممكن لو جبت كيسين رز يبقى ده بال10 جنيه، كيسين سكر بال10 جنيه. واحد فطر ايام كتير او سنين كتير ومش فاكر عليه فدية قد ايه او قضاء قد ايه وما زال يعني واحد مرض مزمن ومش فاكر عليه سنين فاتت قد ايه، ما كانش بيطلع لا فدية ولا بيقضي وقرر السنة دي ان هو يطلع، مش عارف يطلع طيب. السنة دي الفدية بتاعت السنة دي. طب السنين اللي فاتت، طيب قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، يعني الإنسان بحسب الاستطاعة، وده دين عليه، والدين ده هو نسيه وما كان ينبغي له أن يهمله حتى ينساه. لأننا لا نفعل هذا في أمور الدنيا، يعني في أمور الدنيا نحتاط ليها ونتذكر ما لنا وما علينا بالقرش الواحد، لكن في أمور العبادة قد يحصل بعض التهاون. يعني مثلا في احنا ذكرنا في يمكن في الحلقة السابقة الجزء الأول يعني من هذه الحلقة أن الإنسان مثلا قد يفطر خطأ إذا استيقظ وظن بقاء الليل. ده مثلا بيحصل ازاي احيانا؟ انه يصحى مثلا يلاقي الساعه 2 الفجر على 3 وربع او 3 و10، فهو يصحى يلاقي الساعه 2 فيقعد ياكل ايه ويشرب، وبعدين يلاقي الفجر طلع بس الساعه كانت واقفه. تمام. طيب تعالى نفس الشخص ده، هو ده عنده عذر هو اخطا، تعالى نفس الشخص اللي هو حاجز ميعاد طياره او ميعاد قطار، هل هيكتفي بالنظر الى ساعه الحائط التلفانه اللي عنده في البيت، ولا هيبص في ساعه الحائط وفي ساعه اليد ويبص في ساعه الموبايل ويبص على الكمبيوتر ويتصل بيسال الساعه كام؟ يعني في امور الدنيا احنا بنحتاط ليها جدا، في امور الاخره احيانا بنفرط في الاحتياط لها. فعلى كل الاحوال احنا بنقول ان يعني الانسان ينبغي عليه ان هو يعني يحتاط. احنا كان السؤال يعني عليه سنين فاتت يحتاط لدينه ويحسب، يعني هو عليه سنين فاتت يحسب مثلا متى ترك الصوم، يعني من سن كم مثلا. هنفترض ان هو صام لغايه ال 30 وبعد كده هو دلوقتي عنده 60، يبقى في 30 سنه يحسب 30 في 30 يبقى عليه 900 يوم، يعني عليه مثلا 9000 جنيه او نحو هذا اذا كان هيخرج فديه. فيجتهد ويسدد ويقارب، ولو جاب بالاكثر يبقى افضل، يعني احتياطا وابراءا للذمه. تمام. نعم. طيب ساعات مثلا يقولوا السعودية النهاردة صيام ومصر بكرة صيام، لا ده مش عارف بلد ايه صيام، فسمعت ان في يوم شك، ايه يوم الشك ده؟ تمام. او طيب. وحكم صومه ايه؟ طيب هو بس قبل ما اجيب عن السؤال ده، في برضو يعني سؤالك هذا ايضا مسألة اختلاف المطالع، يعني انه تظهر الرؤية في بلد ولا تظهر في بلد اخر، فماذا يعني على المسلم في البلد التي لم ترى فيها الرؤية؟ أولا إحنا العلماء اختلفوا في إنه هل هناك عبرة باختلاف المطالع أو ليست هناك عبرة باختلاف المطالع.
طبعا خلي بالك الايه في دقه في هذا الكلام، يعني اختلاف المطالع لا اختلاف فيه، يعني اختلاف المطالع يحدده علماء الفلك يعني ليس راجعا الى علماء الشريعه، انما يعني اختلاف المطالع امر واقع، لكن هل هناك عبره به؟ يعني هل نعتبره بحيث ان كل بلد يلزمها يعني رؤيه الهلال فيها؟ فيبقى ده كده ايه، احنا اعتبرنا اختلاف المطالع في تحديد بدايه الشهر بحسب البلد، ولا لا عبره به؟ فمتى راى المسلمون في مكان الهلال وجب الصوم على جميع من يبلغه ذلك من المسلمين؟ فهناك اتجاهان، اتجاه يقول لا عبره باتجاه باختلاف المطالع، بحيث اذا المسلمون شهدوا بعض شهد بعضهم من الهلال في اي بلد يبقى يجب الصوم على جميع البلاد. والراي الاغلب في الفقه انه توجد عبره باختلاف المطالع، وانه يعني يلزم يعني كل بلد ان يروا الهلال بايه بانفسه، ولا يلزم يعني بصومهم صوم غيرهم من اهل البلاد الاخرى. هذا رايي هو ما نميل اليه في هذا العصر لئلا تحدث الفتنه في البلد الواحد، يعني اذا كان في البلد الواحد بعض الناس صائمه وبعض الناس مفطره فقدنا الهدف يعني الذي من اجله اجتمعت الامه، يعني على يعني اذا لم نستطع تجميع الامه كلها على مواعيد محدده فلا اقل من ان يجتمع المسلمون في البلد الواحد، وألا تحدث الفتنة بأن يكون بعض الناس صائمين وبعض الناس مفطرين، ولا سيما في نهاية الشهر، ولا سيما أن بعض الحنقة والجهلاء ممن يظنون أنهم يعني ينصرون الشريعة الإسلامية أو ينصرون رأيا محددا، لكن هم يعني لا يفعلونه على أنه نصرة لرأي اقتنعوا به، بل على أنه هو الشريعة ويلغون ما سواها من الرأي، يحرصون على أن يعلنوا الفطر. يعني الناس مثلا صائمون في يوم 30 رمضان، لكن الرؤية في بلد أخرى أعلنت، وخاصة بلد الحرام يعني أعلنت أن بكرة فطر، فتجد هؤلاء الناس يحرصون على إظهار الفطر وإحداث الفتنة بين المسلمين، فهذا طبعا لا يجوز. فلذلك ينبغي أن المسلمين في البلد الواحد يلتزمون برؤية يعني الهيئات الشرعية القائمة على استطلاع الهلال في هذا البلد. هذه مسألة. المسألة اللي حضرتك كنت تسأل فيها اللي هي لا انا كده انا جا في دماغي برضو انا كنت بسأل فيهم الشك، ولكن انا كده جا في دماغي برضو معلش اعذرني سؤال تاني. حضرتك او فضلتك بتقول ان كل بلد ممكن تصوم مع على حسب الرؤية. حسب الرؤية النبي قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. طيب ليه المسلمين كلها بقى؟ انا مثلا في مصر صمت النهاردة، والسعودية صمت بكرة، وليبيا صمت امبارح. طيب ليه المسلمين كلها بتتجمع في يوم واحد يوم عرفة؟ ما ده هنا رؤية وهنا رؤية، طب ليه هنا ما اختلفوا في الرؤية دي وليه هنا اتحدوا في الرؤية دي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش حبوا لرؤيته وافطروا لرؤيته. لأن إنما قال صوموا لرؤيته وافطروا، فجعل الصوم يعني مناط الصوم هو الرؤية، مش هو تحقق دخول الشهر. يعني الصوم مرتبط بإيه؟ برؤية الهلال. يعني هنفترض إن الشهر لم يدخل ولكن رأينا الهلال خطأ، الناس اللي طلعوا يستطلعوا الهلال كان عندهم هلاوس بصريه وشافوه كله وهو ما كانش فيه هلال ولا حاجه، يبقى احنا مطالبون، وقبل القاضي او المفتي قبل شهادتهم برؤيه الهلال واعلن بدايه الصوم، وهو في الواقع ليس شهر الصوم، يعني في الواقع لسه الصوم بكره، يعني في الواقع شهر رمضان هيبدا بكره، لانهم راوا الهلال خطا. هل احنا مطالبون بالصوم في رمضان ولا بالصوم عند الرؤيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فالصوم منوط بالرؤية، سواء الرؤية دي صادفت الواقع وهو يعني دخول الشهر فعلا او لم تصادف الايه الواقع بان تقدمت عليه مثلا بيوم او يوما. كمان الامر بالنسبه للحج مرتبط بمكان معين، فطبعا انت متقيد، يعني مش هيبقى فيه مثلا يوم عرفه 9 من ذي الحجه بالنسبه للقادمين من مصر، ويوم عرفه بالنسبه للقادمين من الشام، ويوم عرفه تاني، لا هو يوم واحد، لان في مكان واحد بيجمع الناس في اداء المناسك، فلذلك الناس بتلتزم برؤيه الهلال في بلاد الحرمين. تمام. نرجع تاني طيب ليوم الشك.
طيب يوم الشك أولا ما هو وما حكم الصيام فيه؟ يوم الشك اللي هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت يعني السماء فيها غيوم عند استطلاع الهلال في يوم 29، يعني يوم 29 يوم الثلاثاء القادم في استطلاع الهلال مثلا في هذا العام. طيب هنفترض ان السماء كانت فيها غيوم ولم يعني يرى الايه الهلال، فهنا بيحصل عندنا ان يوم 30 ده هل هو 30 شعبان ولا هل هو ايه واحد رمضان؟ فده كده يوم الشك اللي هو لم اللي هو يوم 30 من شعبان اذا يعني كانت السماء غائمه عند استطلاع الرؤيه في الليله الايه السابقه، فده اسمه يوم الايه الشك. لان احنا وان كنا مطالبين بان احنا نكمل عده شعبان 30 يوما ولكن بيحصل عندنا شك في ان هل ده رمضان ولا شعبان. طيب يوم الشك ده ما حكم الصيام فيه؟ الجواب انه يجوز الصوم فيه ولكن يعني يحرم صوم معين وهو ان يصوم بنيه متردده، يعني يجي يصوم في يوم 30 ده ويقول ايه انا هصوم اليوم ده بنيه انه ان كان من رمضان يبقى ده كده يوم من رمضان، إن كان ليس رمضان يبقى أصومه على أنه نفل، دي اسمها النية المترددة، فده يحرم الصوم بالنية المترددة. إنما لو قال مثلا يوم 30 شعبان ده صادف يوما يعني كان يصومه الإنسان، يعني جه مثلا 30 شعبان ده يوم خميس أو يوم اثنين يوم الإنسان اعتاد أنه يصوم أو يصوم يوما ويفطروا إيه يوما، فنوبة الصوم كانت يوم 30 شعبان، يعني صادف عادة له شرعية أو عبادة يعني لله سبحانه وتعالى فيجوز له أن يصومه بلا حرج. يقضي فيه مثلا رمضان سابق يجوز بلا حرج، إنما الحرج أن يصوم في هذا اليوم بالنية المترددة التي ذكرناها. تمام. آخر سؤال لفضلتك، إيه رأيك في سلوك الناس؟ يعني الناس في أول رمضان أو في أول يومين من رمضان اللي بيبقى عصبي واللي بيبقى مش عارف ما يشدود واللي ما بيفضل إنه يقعد في بيتهم ما ينزلش أول يومين، رأي فضلتك في الموضوع ده إيه؟ طبعا في ظواهر يعني إيجابية في سلوكيات الناس وفي ظواهر سلبية كثيرة، في من ضمن الظواهر السلبية هي يعني ظاهرة أنهم يربطون بين الرفس والرفس والفسوق والصخب والصوت العالي والنرفزة والعصبية وبين رمضان، يعني يقول لك أنا إيه ما تعصبنيش أنا صايم، ومع أن المفروض أن رمضان يعني يهذب أخلاقك ويهدئ نفسك لأنك يعني في عبادة روحية مع الله سبحانه وتعالى، فده مثلا سلوك خاطئ. السلوك الثاني الخاطئ أن الناس أحيانا في رمضان يعني يظنون أن المطلوب منهم فقط هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، ولكن يشاهدون الأفلام والمسلسلات والراقصات ويفعلون المحرمات في الليل أو في النهار ويقولون نحن صائمون عن الأكل والشراب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه، يعني اللي بيشهد زور في المحكمة أو اللي بيكذب أو اللي بيظلم الناس أو اللي بيغش الناس أو يبيع لهم سلعة مغشوشة أو كذا أو كذا لا حاجة لله في أن يدع طعامه إيه وشرابه. قال صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصوم يعني النوافل ولكنها تؤذي جيرانها فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. طبعا احنا لا يجوز لنا ان احنا دلوقتي نشوف حد يؤذي جيرانه ونقول هو في النار، لان احنا لا ننطق عن الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم ينطق عن الوحي، فلو قال هي في النار كما شهد لبعض الناس بدخول الجنه لانه يعني ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، لكن احنا لو شفنا واحد عاصيا ما نقدرش نقول هو في النار، يمكن هو في الجنه وانا اللي في النار، لا ندري يعني كيف تختم أعمارنا، لا ندري كيف يعاملنا الله في الآخرة، يعني قد يعذب الله الطائع وقد يعني يغفر للعاصي مهما بلغت درجة إيه عصيانه، فنحن لا نحكم على أحد بأنه في النار، لكن نحكم على السلوك إن ده من سلوك أهل النار اللي تؤذي تصوم النوافل ولكن تؤذي إيه جيرانها. طيب من ضمن السلوكيات السيئة أيضا إن إنسان يكون صائما حتى ولو النوافل وبعدين يذهب إلى عمله إيه متأخرا، وقد يكون عمله متعلقا بمصالح الناس في السجل المدني في الضرائب في كذا في كذا، وتقف الناس بالطوابير لأجل أن الأستاذ جاء أو الأستاذة العاملة أو الموظفة جاءت متأخرة، فهذا أيضا سلوك يتنافى مع الصوم اللي هو المفروض يعني يحثنا على إتقان العمل وعلى أداء الحقوق للناس. أيضا من الظواهر السلبية اللي بنجدها في رمضان إن في أول
أيام في رمضان نجد المساجد مزدحمة بالناس ويعني في صلاة التراويح وهكذا وينشطون في قراءة القرآن، لكن إذا مرت بعض الأيام القليلة نجد الفتور بدأ يتسلل إلى إيه؟ إلى الناس من أول الأمر. هذا ينبغي على الإنسان ويحرص على أن ده شهر العبادة وشهر الطاعة، ويعني يزداد تدريجيا مع تقدم الأيام حتى يصل إلى ليلة القدر، لا أن ينشط في بداية الشهر ثم بعد ذلك يعني يتقاعس في آخره أو بعد مرور أيام قليلة منه. في برضو من الظواهر السلبية اللي في رمضان مسألة يعني رفع الأصوات بالميكروفونات وسد الشوارع بالصلاة، كما يحصل مثلا عندنا في جامع القائد إبراهيم. يعني كان قبل سنوات، يعني الآن يمكن الموضوع ده مش موجود، لكن كان قبل سنوات يعني يحصل، وفي غيره يعني من المساجد، لأن يعني الشوارع لعدة محطات من محطات الترام يعني لعدة كيلومترات يعني مسدودة بالناس، والسيارات واقفة عدة صفوف وتعطيل المرور، وهذا أمر يعني حكمه الكراهة التحريمية، يعني لا يجوز للإنسان أن يفعل هذا. هيصلوا فين؟ ما يصلوش، يصلوا في بيوتهم أو ما يصلوش خالص، أو يصلوا في الجوامع المنتشرة في كل مكان. لكن يعني أولا هذا يعني أمر لا يعني لا أقوله من تلقاء نفسي، وإنما هذا ما مذكور في كتب الفقه، بأن ذكروا في كتب الفقه بأن شغل طريق العامة بالصلاة مكروه كراهة التحريم في المذاهب كلها على هذا. لو أردت أن أنا أحضر لك نصوصا بهذا ولا يحتاج الأمر إلى نصوص، الأمر إن في ناس تسكن في البيوت المحيطة بالمكان، وهؤلاء يعانون الأمرين في ركن سيارتين، في الرجوع من أعمالهم والدخول إلى بيوتهم، يعني بأي حق نتعرض للناس للأذى؟ أيضا الميكروفونات في كتب الفقه يكره للإمام أن يرفع صوته زيادة عن حاجة المأمومين، يعني الإمام لما يواجه بالصلاة المفروض يرفع صوته بالقدر الذي يسمع من خلفه ممن يهتمون به، مش بالقدر اللي يسمع المدينة كلها أو يسمع مثلا المحل يعني المنطقة كلها، لا أنت بتسمع الناس اللي وراك، إنما تضرب الميكروفون في البيوت ولمدة ساعتين ثلاثة أو في بعض الأماكن بيبقى طول الليل تمام كده بحجة إن ده قرآن وإن دي صلاة، هذا أمر لا يرضى عنه الله، فهذا أمر يعني مكروه ومن المنكرات وينبغي النهي عنه وينبغي منعه من قبل المسؤولين. وليس في هذا يعني انت عندما احدهم ناقشني يعني على مواقع التواصل في هذا قبل عدة ايام، يعني ذكر ما يحصل في يعني في بعض الاماكن، وقال ان هذا ايه يعني يعني يسبب الاذى وتعطيل سيارات الاسعاف وكذا، فانا ذكرت ان هذا مكروه تحريما، فبعض الناس علق ورفض كلامي وقال يعني حتى الصلاة مكروهة رحمتك يا رب، ودخلوا كأنني أريد أن أمنع الصلاة. أنا لا أمنع الصلاة، صلاة التراويح سنة مؤكدة، وهذه السنة تحصل بأن الإنسان يصليها في المسجد، وتحصل بأن الإنسان يصليها في البيت، وحتى إذا لم يصليها لا في المسجد ولا في البيت ليس عليه إثم، ولكن هي سنة ندعو الناس إلى يعني إلى فعلها. وبالمناسبة السنة أن يصلي الناس 20 ركعة، يعني حكاية الثمان ركعات دي مش موجودة حتى في المدينة وفي مكة وفي الجامع الأزهر، هي التراويح سنة 20 ركعة، يعني زي ما الظهر 4 ركعات وزي ما الوتر 3 ركعات مثلا، التراويح سنتها 20 ركعة، ما فيش 8، 8 دي اللي هي قيام الليل اللي هو ممكن يبقى بالليل في رمضان برضو التهجد أو في غير رمضان. فده ورد في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على يعني 11 ركعة في صلاة الليل، اللي هي 8 التهجد و3 اللي هي صلاة الوتر. فده الحديث في غير يعني رمضان، يعني في التهجد عموما في كل العام، إنما التراويح سيدنا عمر رضي الله عنه هو أول من جمع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس 3 ليال ثم تركها وقال خشيت أن تفرض علي. فلذلك العلماء قالوا أن دي سنة مؤكدة رغم أنها النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها، لأن يعني الفرق بين السنة المؤكدة والسنة الغير المؤكدة أن المؤكدة النبي واظب عليها، إنما الغير المؤكدة النبي فعلها أحيانا وتركها أحيانا. طيب التراويح دي مؤكدة ولا غير مؤكدة؟ النبي فعلها فقط 3 ليال، ومع ذلك العلماء قالوا إيه أنها مؤكدة، ليه؟ رغم أنه ما واظبش عليها فعلا، لكن قالوا أنها في حكم المواظبة،
ان هو لولا العذر ان هو خشي ان تفرض علينا لفعلها على سبيل العلم والظاهر. فقالوا انها سنه مؤكده، ولكن السنه دي ما اتصلتش في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في جماعه، وما اتصلتش في عهد سيدنا ابي بكر في جماعه. مين اللي جمع الناس على السنه دي في جماعه؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طب سيدنا عمر صلاها ايه؟ صلاها 20 ركعه، واحنا في العبادات متبعون. يعني هل سيدنا عمر ارتدع لما فعلها ال 20؟ لا، ده احنا بناخذ دينا من هؤلاء. فلذلك السنه في التراويح 20 ركعه، لكن هل تلزم في المسجد؟ لا تلزم، ممكن في المسجد، ممكن في البيت، لو ان الانسان ضعف عن يعني صلاه ال 20 ممكن يصلي ما تيسر ايه؟ لا، هو ياخذ من الثواب بقدر هذا. فبنقول ان نحن لا نريد ان نمنع الصلاه، ولكن نريد ان نكون مسلمين في صلاتنا وفي معاملتنا. المسلم لا يتعرض للناس بالاذى، لا برفع صوت الميكروفونات ولا بسد الايه الطرق، وانما المسلم اكثر الناس التزاما. احنا بنعيب على الباعه بايدين اللي سد يعني سدهم للشوارع، بنعيب على من مثلا في جنازه او في فرح انه يرفع اصوات مثلا المعزه بيكون فيه القران، او يرفع اصوات الدي جي في افتتاح المحلات او كذا، مش ده بنعيبه؟ طيب يعني كيف يكون معيبا على هؤلاء ثم نحن المتدينين نفعله؟ فهذا ايضا من الظواهر السلبيه التي يعني تنبغي ايه مقاومتها. لكن يعني في سؤال ولا اختم ب لا، هو انا بس انا كنت عايز من فضلتك كلمه توجهها للمسؤول في نهايه الحلقه بتاعتي. تمام، هو طبعا انا هختم بكلمه يعني او بذكر درجات الصوم التي ذكرها العلماء في كتبهم. فقالوا ان الصوم ثلاث درجات. الدرجه الاولى اللي هي يعني الامتناع عن الطعام والشراب والشهوه، ودي ده الحد الادنى اللي هو تسقط به المطالبه يوم القيامه عند الله سبحانه وتعالى. وفي درجة ثانية اللي يعني بيسموها صوم الخاص، أو اللي اسمها صوم العوام، مش مهم الاسم يعني، المهم إن إحنا نعرف كده. الثانية سموها صوم الخاص أو درجة صوم الخاص، اللي هي بيصوم عن الأكل والشرب والجماع وعن سائر ما يغضب الله سبحانه وتعالى. يعني بيترك المحرمات وبيترك الإيه المكروهات، ولذلك يعني المرتبة الأولى هي يعني كما قلنا رب صائم ليس له من صيامه الا الايه الجوع والعطش. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له. فممكن نقول بنفس المعيار، من لم ينهه صومه عن اذى الناس وعن اذيه الناس وعن العادات السيئه فصومه يعني قليل البركه محدود الايه الثواب والاثر. الدرجه الثانيه اللي هو بيصوم عن الطعام والشراب والجماع ويصوم عن سائر ما يغضب الله سبحانه وتعالى، ودي الدرجه اللي احنا ينبغي جميعا ان احنا نحرص عليها بالاقلاع عن كافه المحرمات والمنكرات والسلوكيات والعادات الخاطئه. في الدرجه الثالثه اللي احنا ممكن ما نقدرش عليها دلوقتي، لكن نحاول ان احنا يعني نكون من اهلها ان شاء الله، ومن داوم قرع الباب يوشك ان يفتح له. يعني لو الانسان قرع باب الله سبحانه وتعالى وتذلل له ان يجعله من اهل هذه الدرجه، ان شاء الله الله سبحانه وتعالى يفتح له الباب. وهي ما يسمونها بصوم خواص الخواص، وهي كما عرفها الامام الغزالي رحمه الله تعالى، الامام ابو حامد الغزالي ان هو حجه الاسلام، قال ان هي يعني ان الدرجه دي ان يصوم قلبك، او هي صوم القلب عن الهمم الدنيه والانقطاع عما سوى الله بالكليه. صوم القلب عن الهمم، يعني الدرجة الثالثة مش فقط صوم الجوارح عن المحرمات وعن الأكل والشرب، لا، بل صوم القلب عن الهمم الدنية وانقطاع القلب عما سوى الله بالكلية. يعني الهمم الدنية ان فيه اهتمامات، يعني اهتمامات سيئة او اهتمامات دنية، يعني كان يهتم الانسان مثلا باللعب وبالتسلية وبمشاهدة الافلام وبالمسلسلات والمباريات وبلعب الطاولة وكذا وكذا، هذه تسمى همما دنية، دي همم دنية يعني منخفضة او قليلة. فالانسان اللي في درجة خلاص الخلاص دول مش فقط بتصوم جوارحه، لا، ده قلبه بيصوم حتى عن الهمم الدنية، بتبقى همته في رمضان همة عالية، بيطلب دائما العبادة، بيطلب الطاعة، بيتسابق الى الخيرات. وانقطاع القلب عما سوى الله بالكلية، احنا في طول العام مشغولون بكل شيء، يعني وبالناس وبالانس بالاصحاب وبالاقارب وكذا وكذا، وقلبنا غافل عن الله او قلما ينقطع لله سبحانه وتعالى. الصوم فرصة ان احنا ننقطع الى الله بقلوبنا، حتى لو يعني تزاورنا، حتى لو التقينا في الطريق وكذا، لكن الانسان يكون بين الناس ولكن قلبه مع الله سبحانه وتعالى
ويحاول أن يقطع قلبه لله سبحانه وتعالى أطول فترة ممكنة في رمضان. إذا وصلنا إلى هذه الدرجة يعني نكون أقرب إلى الله ونكون قد استفدنا بالصوم ونكون أحرى بأن يعني نعطى ليلة القدر ويستجاب لنا فيها الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى هذا وأن يعود علينا هذا الشهر ليبلغنا أولا هذا الشهر لأنه بقيت عليه أيام وقبل أن نبلغه. نسأل الله أن يبلغنا إياه وأن يمن علينا فيه بالطاعة وبالقرب منه وبانقطاع القلب عما سواه سبحانه وتعالى أنه يعني أكرم مسؤول وأعظم مأمور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ حازم الكيلاني مفتي اسكندرية نشكرك شكرا جزيلا وعلى وعد بالتجدد اللقاء إن شاء الله.